الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أننا الآن نقترب من نهاية الشهر، والجزء الأكبر هو الذي مر، وهكذا مر السحاب، وأن المتبقي أقل مما مضى، ولكنه أعظم شأنا مما مضى، حيث أن فيما تبقى على الراجح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ومع اختلاف آرائهم في تعيينها، وإن كان الرأي المشهور هو رأي ابن عباس أنها ليلة 27 من رمضان، إلا أن الأضمن والأولى بالاتباع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فالعشر الأواخر شأنها عظيم وأمرها كبير، والشهر يولي سيمضي وسينتهي كما انتهى سنين طويلة من قبل، والمسلم دخل هذا الشهر وكله أمل ورجاء في الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه من المقبولين، وأن يغفر له، وأن يجعله من عتقائه من النيران، وكذلك يغنم منه من الحسنات والأعمال الصالحة ما تبلغه أعلى الدرجات الممكنة في الجنة. وكلما يمر الشهر ينقبض الإنسان ويخاف، لأنه قد يكون لم يحسن فيما مضى، وبالتالي يدفعه ذلك إلى أن يشمر وأن يعمل وأن يجتهد في العشر الأواخر لعله يعوض. ودائما آخر الشيء الإنسان يتمسك به ويعني يحاول أن يغتنم، لأنه سيولي سينتهي. لذلك وجدت أن من أنسب الأدعية الآن أن ندعو في الأيام المقبلة بوصية النبي لمعاذ، وهو حديث حسن، فكان يقول له يا معاذ قل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا الدعاء عندما نكرره في المرات في الأيام القادمة ليعطينا دفعة معنوية لنجتهد أكثر. فأعني على ذكرك، والذكر هو أكبر العبادات وأهمها، بل هو الهدف من العبادات كلها ذكر الله. ولذلك قال ربنا في حق أهم عبادة، وهي عبادة الصلاة التي هي عماد هذا الدين وعموده الفقري، قال ربنا في حقها وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة تقام لذكر الله، أي أن الصلاة وسيلة لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كانت الصلاة الوسيلة والغاية هي الذكر، هو الذكر، فإن الذكر يكون لا شك أهم من العبادة نفسها. وكذلك نحن في الجمعة نسمع، وهي صلاة وخطبة، يقول ربنا فيها وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذكر هنا قالوا الخطبة لأن هي اللي فيها ذكر الله، وقالوا الصلاة، وقالوا مجموع الخطبة والصلاة، مطلوب السعي إليها. وليس المقصود في هذه الآية السعي إلى المسجد فقط، وإن كان مكانها المسجد، ولكن المطلوب السعي. والسعي ليس معناه أن الإنسان يهرول ويجري، إنما يقصد أنه يهتم ويذهب إليها بجد ونشاط، محتفيا بها متفائلا بها.
كذلك ربنا في آيات الحج كلها يعللها بالذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهكذا. فليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكل ثم يعني ليقضوا تفثهم وليذكروا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن كل العبادات المقصود منها أن تؤدي إلى هذا الذكر. فإذا أنت أحسنت عبادة الذكر، والذكر أن يكون القلب واللسان معا والجنان، وتعي ما تقول من الذكر، إذا أنت أحسنت عبادة الذكر فقد أتيت رأس الأمر كله. ولذلك أول شيء بدأ به النبي إيه؟ أعني على ذكرك، أعني على ذكرك. والذكر له فوائد لا حصر لها، من أهمها أنه يحصنك من الشياطين، من شياطين الإنس والجن على أي حال، وليس شياطين الجن فقط. قد يقول أحدكم شياطين الجن الآن يعني متفلتة موصدة ومسلسلة، ولكن شياطين الإنس أكثر. فأعني على ذكرك، والثانية وشكرك، أن أشكرك على النعم. نشكر على رمضان، نشكر على أنه هيأ لنا هذا الشهر الذي نصوم في نهاره فتسمو أرواحنا ونثاب ثواب الصائمين، أعاننا على قيام ليله، نشكر أن مساجدنا الحمد لله يعني على صلة بنا ونحن على صلة بها ونسمع، ونشكر على نعمة هذا التطور العلمي الذي جعل كل بيت كأنه في المسجد الآن. تصوروا لو هذه الكارثة كما قلت من قبل، لو هذه الكارثة وهذا الوباء وهذا الحجر الصحي في البيوت جاء ولم يكن عند الناس هذه الوسائل العلمية، لانقطع الناس بعضها عن بعض، ولا استوحشوا، ولا أصبحت الدنيا كأنها يعني خراب خرابا يبابا. فنعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى أن ليس هذا الوباء أكثر من ذلك، لأنه ممكن يكون أكثر من ذلك. معنا في وباء اللي جاء اللي يسمى الفيروس الإسباني حصد 40 مليون ولا كم، أرقام مخيفة يعني، فالحمد لله أنه ليس أكثر من ذلك. نعم ربنا كثيرة، نعم أن وفقنا أن نتدبر القرآن، وفقنا أن نتلو القرآن، وفقنا أن نحاول أن نطبق بعض آيات القرآن، وفقنا مع هذه الأزمة الكبيرة إلى الإنفاق، والإنفاق في هذا العام يفوق كل الأعوام السابقة. هذا معناه أن الناس انتصرت على شيطانها وانتصرت على نفسها، ولم تخف من الوضع الحالي الذي نعيشه، لأن هذا الوضع الذي نعيشه الإنسان العادي المادي الذي لا ينظر إلى شيء إلا إلى المادة، هذا الإنسان إذا نظر إلى الأحوال الآنية التي نعيشها لا ينفق، يخاف، لا يعلم ماذا سيحدث غدا، ممكن يبقى فيه لي أوف، ممكن يبقى الاقتصاد ينهار، ممكن كل شيء جائز، ومع ذلك الإنفاق أستطيع أن أقول ضعف الإنفاق في العام الماضي، ضعف. وهذه بحقيقة، وهذا يعني نعمة كبيرة من الله، إن ربنا يجعلنا ننتصر على أنفسنا ولا نسمع لوساوس الشيطان، ونطبق الآية فعليا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه الآية قلتها مرارا وتكرارا كثيرا في مناسبات عدة، بالذات عند جمع التبرعات في السنوات الماضية، لكن لم أكن أجد لها الأثر الذي وجدته هذا العام. عندما يأتي الشيطان ويقول هذا الاقتصاد، هذا الوضع القائم، هذا يدعو إلى الخوف، إلى الإمساك، لا تنفق، اعمل حساب للغد كذا، ثم أجد الإنفاق في سبيل الله يتضاعف، هذا معناه أن الناس انتصرت وطردت هذا الشيطان، وعلمت أن الأمر بيد الله، وأن الرزق من عند الله، وأنا ما علي إلا أنتزم أمره فيما أمرني أن أنفق وأن أعطي. وهذه أكبر ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأنه من يثق في الله ويركن إليه فلن يخذله أبدا، وأن الله سيخلف عليه ما أنفق. هذه نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا أن ينتصر إنسان على شيطانه، وأن ينفق في مثل هذه الظروف، أن يوفقك الله أن تنفق في يوم ذي مسغبة، هذه أيام ذات مسغبة، فأن تنفق فيها نعمة كبيرة جدا من الله. النعم التي تشكر عليها الله سبحانه وتعالى محيطة بك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وكونه يوفقك أن تشكره عليها نعمة ثانية، ولا يجزى الله بنعم إلا أن تنسب النعمة إليه كما تحدثت من قبل. يبقى اللهم أعني على ذكرك وشكرك،
حتى التوفيق إلى الذكر نعمة يستحق الشكر وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة يا ربي وفقني اللي أخرج عبادة ترضيك، يعني عبادة حسنة جيدة. لماذا؟ لأني محتاج إلى عون الله في ذلك. لماذا أنا محتاج إلى عون الله في ذلك؟ لأني مع نفسي أنا العبادة يعني ممكن تكون يعني ربنا هو اللي يسلم في العبادة اللي بنعبدها. وأذكر هنا قصة ذكرتها للأحبة قبل ذلك. رجل من العارفين من المتصوفة في الزمن الماضي، يعني مر عليها مئات السنين، كان حائكة يخيط الثياب، يعني خياط بالكلمة المعروفة خياط. فأراد أن يحيك ثيابا متقنا لا عيب فيه، متقن يعني يبهر اللي يراه. فجاء بالقماش غالي وفصل ثوب وأتقن وبذل فيه مجهود جبار، وقعد فيه أيام وليالي يتقنه، وأخذه وهو يعني عنده يقين أنه ثوب لا يمكن لأحد أن يستخرج منه عيب. وذهب به إلى السوق ووقع على رجل في نوعية من الناس لا ترى إلا العيوب، عينيها لا ترى إلا العيوب. فوقع على واحد من هؤلاء الناس فبدأ يقلب له في الثياب، ثم قال له لو فعلت كذا ولو فعلت كذا ولو فعلت كذا. فانهار الرجل في البكاء، الرجل العارف ده صاحب الثوب انهار في البكاء. فالرجل قال له يا رجل لماذا تبكي؟ أنا هذا ثوب والله ما رأيت أتقن منه، ولكن رأيت عليك الصلاح فأحببت أن أنصحك في بعض الأشياء التي رأيتها. قال له أتحسب أني أبكي على الثوب؟ قال وعلى ما تبكي؟ قال هذا الثوب أتيت به إلى السوق وعندي يقين أنه خالي من العيوب، وأنه لا يوجد أحد يمكن أن يستخرج منه عيبا. فإذا بك بعينك هذه استخرجت لي فيه عيوب، فما ظنك، شوف الرجل بقى بيبكي على إيه، قال فما ظنك بأعمال عملتها لله، يعني من عبادة من صلاة من صوم من زكاة من كذا، حسبتها متقنة وحسبت أن لا عيب فيها، ماذا لو عرضت على الناقد الخبير الذي يرى ما لا تراه أنت كيف سيراها؟ فبكى الرجل الآخر وبكيا سواء معا للمعنى الرهيب الذي تكلم عنه الرجل. احنا نحتاج إلى عون الله، ونحتاج أن ربنا سبحانه وتعالى عندما ينظر إلى أعمالنا المهلهلة دي اللي يعني ينظر إليها بعين كده الايه القبول، ولا ينظر إليها بعين الناقد، لأن لو رأى نظر إليها بعين الناقد يكون موقفنا مش غير جيد يعني الأعمال التي نقدمها. ولكن إن شاء الله نأمل في الله سبحانه وتعالى أن ينظر عليها يعني بعين العطف علينا والرأفة بنا على قدر يعني ما بنعمل الأعمال بتاعتنا على دي. فحسن العبادة وإتقان العبادة وجلال العبادة يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى. فالدعاء طبعا كلكم تحفظونه، ولكن نحتاج إلى في هذه الأيام المقبلة حتى يوفقنا الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثلاث مقاطع، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.